السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية، وبدايتها بالعناوين. المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا الأسبوع المقبل. وزارة الطاقة توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يومياً. وزارة الصحة تؤكد أن الحالات المصابة بفيروس كورونا مطمئنة باستثناء حالة واحدة. ووزارة الموارد البشرية تعلق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوماً. بسم الله الرحمن الرحيم. تجري المملكة اتصالات مستمرة مع دول مجموعة العشرين لعقد قمة اجتماع أو لعقد اجتماع قمة استثنائي افتراضي الأسبوع القادم، وذلك لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا. قمة استثنائية افتراضية دعت إليها المملكة بهدف تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. القمة والتي تأتي في ظل رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام تسعى إلى بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار الوباء وما يترتب عليه من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية. مجموعة العشرين ستعمل أيضا من خلال هذه القمة مع المنظمات الدولية للتوصل للطرق اللازمة لتخفيف آثار كورونا، كما سيعمل قادة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره اقتصاديا على العالم. القمة ستساهم كذلك في تحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة وفقا لها، في حين تستمر رئاسة المملكة في دعم وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي. لقاء دولي يعول عليه في المساهمة في تفعيل منظومة عمل موحدة وبنائه عالميا تشكل خط النهاية أمام زحف فيروس كورونا المستمر. وجهت وزارة الطاقة شركة أرامكو السعودية بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأشهر المقبلة. أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19، وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة ومواطن قادم من ألمانيا ومقيم أردني قادم من بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة. وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هما لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة تركية قادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة. وأوضحت الوزارة أن هناك 10 حالات أخرى، منها 6 حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف. وأشارت الوزارة إلى أن هناك 3 حالات، إحداها لمواطن قادم من إسبانيا، وتوجد حالتان لمواطنين اثنين كان مخالطين لحالات سابقة،
وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالظهران. وقالت الوزارة أيضا إن هناك 13 حالة لمواطنين قادمين من دول عدة هي الأردن وعمان والهند وبريطانيا وتركيا وسويسرا والنمسا، بالإضافة إلى حالة لمقيم أردني قادم من إسبانيا، وثلاث حالات لمواطنين وحالتين لمقيمين من الجنسية الفلبينية كانا مخالطين لحالات سابقة، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالرياض. وذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي. وهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات. ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس التواصل فورا مع مركز اتصال الصحة 937، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. يذكر أن فيروس كورونا الجديد وصل إلى 161 دولة وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته والقضاء عليه. قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي اليومي حول كورونا إن عدد الحالات المؤكدة المصابة بكورونا وصل إلى 171 حالة. الحالات المؤكدة بالإصابة بهذا الفيروس بلغت حتى الآن 171 حالة. هذه الحالات من بينها 87 حالة للذكور و84 حالة للإناث. معظم هذه الحالات هي لحالات بالغين. متوسط الأعمار للحالات المصابة والمؤكدة من المملكة السعودية حوالي 45 عاما، هذا متوسط أعمارهم. لدينا من الأطفال 6 حالات أطفال مسجلة ما بين هذه الحالات. بشكل عام جميع هذه الحالات وضعها الصحي مطمئن وجيد ومستقر، تتلقى الرعاية اللازمة في العزل المناسب صحيا باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة. وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن الدراسات العلمية تؤكد أن فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ. جميع الدراسات العلمية الرئيسية المؤكدة والمعتمدة والمعتبرة، وأيضا ما تبثه منظمة الصحة العالمية والتوصيات من المنظمات المعنية بالوقاية ومكافحة الأمراض، والمركزنا الوطني اللي احنا فخورين به جدا، المركز الوطني للوقاية بالأمراض ومكافحتها السعودي CDC، جميع هذه المصادر وجميع الأدلة وجميع هذه الجهات تؤكد بأنه هو مرض ينتقل عن طريق الرذاذ، وبالتالي لا يعتبر من الأوبئة أو الأمراض المنتقلة عن طريق الهواء. تفضل. كما أضاف متحدث وزارة الصحة أن فيروس كورونا أخف وطأة على الأطفال. من 6 سنوات في العمر إلى 14 سنة موجود، وهذه الفئات العمرية نلاحظ أنها أعداد نادرة مقارنة، وهذا النسق العالمي أو النمط العالمي الملحوظ أنه في الأطفال أقل، وأيضا الحمد لله حتى آثاره الصحية في الغالب عليهم تكون أقل لعدة عوامل لها علاقة، لا ترتبط بأمور يعني فسيولوجية في جسم الإنسان، وأمور لها علاقة بتفاعل الخلايا وأنماط تعاملها مع الفيروس، لكن هذا أمر نحمد الله سبحانه وتعالى عليه بأنه أخف وطأة على الأطفال منه على البالغين، ونسأل الله أن يجعله يعني يجعل من بعد الإصابة به عافية للجميع. مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف من الرياض الأخت عليا، وهي إحدى المستفيدات من الإجراءات الاحترازية التي تقدمها وزارة الصحة للعائدين من خارج المملكة. بداية أهلا بك أخت عليا، وتمنياتنا للمصابين والذين وصل عددهم إلى 171 بالشفاء العاجل، وأيضا للجميع سواء من بالحجر أو جميع المواطنين في كل مكان بألا يصيبهم أي مكروه. نود في البداية أخت عليا أن نتحدث معك عن الإجراء الذي تم حال عودتك إلى المملكة، وأيضا الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الصحة تجاهك. أهلا أخوي، أحبة أن أشكر وزارة الصحة على جميع الجهود. أولا أنا طالبة مبتعثة، فوصلت السعودية بعد انتشار فيروس كورونا. أول ما وصلت صراحة كان استقبال جدا جدا منظم، استقبلوني فريق الوبائيات، حصلنا فحص مبدئي بحيث نتأكد أننا سليمين، فحص مبدئي فقط.
بعد ذلك كانت الخدمة جدا راقية وجدا منظمة، وحاولوا قد ما يقدرونهم ما يجمعون العذاب. بعد ذلك أوضحوا لي سيكون هناك إجراء احترازي اللي هو الحجر. بصراحة أنا كل شيء بطريقة مفصلة، وطلب سيأخذنا عن طريق الباصات جميعنا إلى الفندق. الفندق كان على مستوى جدا راقي، 5 ستار هوتيل. أول ما وصلنا استقبلونا، كان الاستقبال جدا جدا آمن، استقبلونا بالكمامات والقفازات والمعقمات، وكان الفريق الطبي يزورنا مرتين في اليوم، يزور جميع النزلاء. كان كل عزلوا كل شخص، أنا لحالي كل شخص عزلوا في غرفة خاصة فيه. كانت الخدمات كلها متوفرة، ما قصروا معنا الله يعطيهم العافية بأي شيء على مدار الساعة. جميل جدا. أخت عليا، يعني هناك إشكالية عند البعض في موضوع العزل. أنت تحدثتين عن الإجراءات التي تمت حال وصولك، وأنت طالبة مبتعثة، بدأ نقول لك الحمد لله على سلامة الوصول إلى أرض الوطن. مسألة العزل، عند كثير من الناس يتحدث أو يتخوف من مسألة الحجر الصحي أو العزل. أنت الآن متواجدة في العزل، لو تحدثينا عن الخدمات التي تقدم لكم داخل الحجر الصحي، وأيضا لو تعطينا وصف أشمل لمسألة الحجر أو المكان الذي أنتم موجودين فيه الآن. صراحة حقيقة تعجز الكلمات عن وصف الرفاهية اللي قاعدين نعيشها. ما قصروا معنا وزارة الصحة وجميع الجهات. الفندق جدا على مستوى جدا راقي، التعامل جدا 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 رائع على مدار الساعة، صبح ليل فجر ما يقصرون معك بأي شيء. الناس دائما لما أقول لها أن في حجر صحي أو عزل يجي على بالهم أنك في عزلة وأن ما في شيء حولك وغير أي شيء موفر لك، لكن غير صحيح تماما. إحنا في أعلى رفاهية، وكل ما بغينا شيء ما قصر معنا وزارة الصحة، عطونا كل اللي نحتاجه، والوضع جدا هنا جدا جدا مريح صراحة. أنا ما أخذتها صراحة كفترة نقاهة، ما أخذتها كفترة عزلة، بالعكس هون تقعد بهوتيل 5 ستار، فترة نقاهة معك مع نفسك، وجميع الخدمات متاحة لك وعلى مستوى جدا فاخر وراقي. جميل جدا، جميل جدا. إذا شكرا لك الأخت عليا، تمنياتنا لكم أن لا يصيبكم أي مكروه، أنتم وجميع الإخوة العائدين من خارج المملكة، وأيضا تمنياتنا للشفاء العاجل لجميع المصابين بهذا الوباء. ونعود ونؤكد لما يؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور محمد العبد العالي، أن العائدين والموجودين في الحجر الصحي نعتبرهم ضيوفا على وزارة الصحة، ولكم أيضا حق الضيافة كما ذكرت أنت. الموقع الذي تتواجدون فيه هو فندق 5 نجوم، جميع الخدمات موفرة لكم. تمنيت لكم لا يريكم أي مكروه، وأيضا الشفاء العاجل لجميع المصابين. سأتحدث إليكم عن الحجر المنزلي. الحجر المنزلي هو أن تبقى في غرفة خاصة داخل منزلك لمدة 14 يوم ولا تستقبل زوار، وذلك حفاظا على سلامة أحبابك ومجتمعك، وهذا هو المطلوب من كل شخص رجع من خارج المملكة مؤخرا أو المخالطين للحالات المؤكدة. من شروط غرفة الحجر المنزلي أن يكون للغرفة دورة مياه خاصة، وأن لا يشاركك فيها أحد، وأن يكون فيها نافذة لتحصل على التهوية الجيدة. أدواتك الشخصية لا تشاركها مع أحد إطلاقا، مثل المنشفة وأدوات الطعام، ويفضل أن يكون لك أدواتك الخاصة وأن تغسلها بنفسك وتبقى معك في الغرفة. ومن الأفضل أن تأكل في الصحون المجهزة لاستخدام المرة الواحدة بحيث تتخلص منها مباشرة بعد الأكل. وإذا احتجت أي شيء من الخارج يجب أن تطلبه عن طريق الجوال بحيث يصلك عند الباب بدون الاحتكاك بالآخرين. تأكد دائما من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب. استخدم سلة قمامة خاصة بك، وإذا انتهيت منها ضعها في كيس آخر قبل أن تتخلص منها. مواجهة كورونا مسؤولية الجميع، والحجر المنزلي واجب ديني ووطني للقادمين من خارج المملكة. وإذا ظهرت عليك أعراض العدوى التنفسية كلم الصحة 937. أطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تتيح للمستفيدين تقديم أي طلب غير مدرج سابقا على قائمة خدمات التنفيذ إلكترونيا من خلال أيقونة جديدة أضيفت على بوابة ناجز بمسمى طلبات أخرى، وذلك تعزيزا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا، حيث تتيح الخدمة لطالب التنفيذ أو مقدم الطلب بالوكالة وللمنفذ ضده إمكانية التواصل مع دائرة التنفيذ مباشرة بإرسال الطلبات، مع إمكانية إرفاق مرفق من خلال الدخول على بوابة ناجز
المحجز وفي أسفل خدمات التنفيذ يتم اختيار استعراض الطلبات ثم الطلبات المحالة. هذا وتسير منظومة العمل لمنسوبي وزارة العدل عبر برامج وتطبيقات العمل عن بعد، حيث قامت بإرسال الدليل الإرشادي لجميع موظفيها إلكترونيا. ومن منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، فقد تقرر تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يوما، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد عدا القطاعات الحيوية وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات. وعليه فتود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بما يلي: أولا، تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما. ثانيا، قيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، بحيث لا تزيد أو يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40 من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة الآتي: 1- التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين، بما في ذلك أن توفر منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصا نقطة فرز عند بوابات الدخول على أي عفى من الحضور إلى مقر العمل من تنطبق في شأنه إحدى الحالات المشار إليها. 2- ضمان توفر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين وفق الدليل الوقائي الخاص بفيروس كورونا. 3- إلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقراتها. 4- الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المعلنة، مع التزام منشآت القطاع الخاص بتبليغ وزارة الصحة بالحالات التي تظهر لها. 3- يستثنى جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء وسلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك النهائي. 4- تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية في ممارسة الأنشطة وتوفير السلع وتقديم الخدمات قدر الإمكان. 5- منح إجازة إجبارية مدتها 14 يوما ولا تحسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الآتية: الحامل والمرضع والأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مضبطات المناعة، الأورام، الأمراض المزمنة، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة. 6- بالنسبة لقطاع أو لمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق لجهات حكومية، فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل. 7- المنشآت في القطاع الخاص التي يتعذر عليها الالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل المحددة في البند ثانيا أعلاه أن تقدم طلباتها للجهة التي تشرف عليها. وللمزيد حول هذا القرار ينضم إلينا من الرياض الأستاذ ناصر الهزاني، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بداية نرحب بك أستاذ ناصر معنا في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية، ونود أن نتحدث عن أبرز ما تضمنه هذا القرار. حياك الله أخوي أحمد، وشكرا لكم على الاستضافة، وأشكر القناة السعودية الأولى وشاشة السعودية الكريمة. بالنسبة للقرار، نعم مثل ما تفضلت، هو قرار الحقيقة يصب في مصلحة حماية المواطنين والعاملين ومنشآت القطاع الخاص. الحقيقة أن قرار تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوم يأتي ضمن جهود دائمة ومستمرة تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين في مواجهة التحديات وتداعيات فيروس كورونا الجديد الذي بدأ ينتشر في العالم ومنع تفشيه. ولله الحمد في المملكة استطعنا بتضافر جهود عدد من القطاعات والوزارات على رأسها وزارة الصحة من احتواء هذا الفيروس بفضل الله. طبعا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفي إطار حرصها واهتمامها الدائم فيما يتعلق بتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين وللقطاع الخاص،
فتود أن تؤكد على ما تفضلتم به في جملة من الأمور، لعل من أبرزها أنه تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشأة القطاع الخاص لمدة 15 يوم، وقيام منشآت القطاع الخاص بتقليص أعداد العاملين في فروعها بما لا يزيد عن 40%، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل، لا سيما أن هناك بعض المنشآت توفر منشآت القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين في مقرها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخص. من الضروري توفير نقطة فرز في الدخول بحيث يتم قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي الذي قد يحدث. نقطة مهمة في غاية الأهمية، وهي ضمان توافر المساحات الكافية بين العاملين في مواقع العمل وسكن العاملين، مع ضرورة إلزام منشآت القطاع الخاص بإغلاق الأندية الصحية وحضانات الأطفال الموجودة بمقرها، مع التأكيد على ضرورة الإلزام بتطبيق آلية الإفصاح من جميع العاملين الذين تظهر عليهم أعراض الارتفاع في درجات الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس، أو خالط أحدهم المصابين أو المشتبه في إصابتهم. أود أن أشير هنا إذا تكرمت أنه يستثنى من تطبيق ما يتعلق بالالتزام بنسبة من يتطلب حضورهم في مقرات العمل جميع الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء والعلاج والخدمات اللوجستية الخاصة بها حتى توفيرها للمستهلك، مع ضرورة تطبيق آليات العمل عن بعد واستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية. في هذا الصدد، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت مؤخرا الدليل الإرشادي للعمل عن بعد، والحقيقة أنه يحوي على معلومات جدا مهمة وستسهل عمل العاملين في منشآت القطاع الخاص والعام، والتي أثبتت يعني هذه الممارسة أثبتت فعاليتها في العديد من البلدان. أشير إلى نقطة في غاية الأهمية، وأنه تم منح إجازة مدتها 14 يوم ولا تكتسب من رصيد الإجازات لجميع العاملين الذين يندرجون ضمن الحالات الحامل والمرضع والأمراض التنفسية، أمراض نقص المناعة ومستخدمي أدوية مثبطات في المناعة والأورام، إضافة إلى الأمراض المزمنة والعاملين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عام. فيما يتعلق بمنشآت القطاع الخاص التي تقدم خدمات مرافق الجهات الحكومية، فعليها التنسيق مع تلك الجهات قبل تعليق الحضور لمقرات العمل. جميل. وزارة الموارد البشرية على أتم الاستعداد للرد على أي استفسارات ترد من العاملين ومنشآت القطاع الخاص من خلال توفيرها وسائل التواصل الإلكتروني ومن خلال مركز الاتصال الموحد 1-9-9-1-1، أو من خلال موقعها الرسمي أو من خلال حسابها الرسمي على تويتر لخدمات العملاء. الجدير بالذكر أنه قد يرد تساؤل من بعض منشآت القطاع الخاص، لا سيما الراغبة في تقديم طلب بخصوص النظر في عدد العاملين المطلوب تواجدهم في مقرات العمل. عليه أود أن أوضح من شاشة السعودية بأن هذه الخدمة أصبحت متاحة، حيث يمكن للمنشآت الراغبة في تقديم طلب بخصوص النظر في عدد العاملين المطلوب تواجدهم في مقرات العمل، فيمكنهم رفع طلب عبر الرابط المخصص لهذا الغرض على موقع الوزارة، يتم دراسته من قبل اللجنة المشكلة بهذا الخصوص برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية عدد من الوزارات الحكومية. الحقيقة أنتهز هذه الفرصة لأؤكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية ورافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني، ونحن نتطلع إن شاء الله إلى الالتزام بما ورد في هذا القرار لما فيه من مصلحة وطنية كبرى. الحقيقة هناك نماذج مشرفة في القطاع الخاص لدينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يحفظ بلادنا وقيادتنا ويديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله. جميل جدا. أستاذ ناصر، سؤال أخير، أتمنى أن تعيد رقم التواصل لمن يرغب في الاستفسار أو التواصل مع وزارة الموارد والتنمية الاجتماعية. نعم، هناك مركز اتصال موحد يعمل على مدار الساعة 1-9-9-1-1،
جميل. إضافة إلى حساب الوزارة عبر تويتر اللي هو خدمات العملاء، وبالإمكان إرسال أي تساؤل والرد عليه، وكذلك طبعا عبر وسائل التواصل الإلكتروني الأخرى التي وفرتها الوزارة. جميل جدا. إذن الأستاذ ناصر الهزاني المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. تشهد مداخل ومخارج مكة المكرمة استعدادات وجهودا على مدار الساعة تنفذها الجهات الحكومية المختلفة الصحية والأمنية من أجل توفير الأمن والسلامة للعاصمة المقدسة وزوارها وقاصديها، حيث تعمل الجهات المختصة في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بأعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية المختلفة. وتحظى جميع مداخل العاصمة ومخارجها برصد ومتابعة مستمرة من خلال الكشف الحراري والفحوصات المتخصصة للتأكد من خلو المسافرين من المرض ضمانا لسلامة قاطني مكة المكرمة. عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة بترجمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، حيث تبذل الإدارة دورا بارزا في إيصال تلك الجهود بخمس لغات للعالم لتكون منبرا إرشاديا دعويا من البيت العتيق لغير ناطقين بالعربية، وتسخير كل ما لديها من إمكانيات للوقوف جنبا إلى جنب مع القيادة الحكيمة. تصدرت مدينة جدة مدن دول العالم في الالتزام بالعزل المنزلي كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، وجاء ذلك بناء على انخفاض الحركة المرورية في المدينة بحسب موقع إكسان داتا، فيما جاءت مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا في المرتبة الثانية، وجاءت مدينة الرياض في الترتيب الثالث في انخفاض الحركة المرورية. تستمر أمانة منطقة الرياض بتوزيع المعقم الذي أنتجته في مختبراتها المركزية مجانا لسكان مدينة الرياض في 25 موقعا شملت الإشارات المرورية وعددا من الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وأشارت أمانة الرياض إلى أن مبادرتها في إتاحة المعقم لعموم سكان المدينة يأتي ضمن توجيهات القيادة الحكيمة بالاهتمام بالمواطن والمقيم وبمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه. جندت الأمانة عددا من الأشخاص لتوزيع المعقم بالمجان، مبينة أنها ستستمر في توزيعه خلال الأيام المقبلة لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة وبما يتوافق مع طاقتها الإنتاجية. ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال جولاتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة خزنت أكثر من مليوني كمامة وقفاز بهدف بيعها لاحقا، ولم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء بالإضافة إلى أن مكان التخزين غير مرخص من الجهات المعنية، وبناء عليه تم مصادرة الكميات وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحق. وحذرت وزارة التجارة كافة المستوردين المخالفين الذين يمتنعون عن الإفصاح بالكميات التي لديهم ويخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقا من هذه الممارسات، وتدعوهم إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة. كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم الموحد 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية بالمواطنين السعوديين المتواجدين في مصر باتباع كافة التدابير الوقائية التي تقيهم خطر العدوى بفيروس كورونا والحرص على البقاء في مقر الإقامة وتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان مع اتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية. كما طالبت السفارة المواطنين بالحرص على تسجيل بياناتهم لدى السفارة كاملة وذلك لغرض التواصل معهم لاحقا وإحاطتهم بأي مستجدات خاصة بموضوع تعليق الرحلات أو أي إرشادات أخرى. هذا كما دعت سفارة المملكة في فرنسا المواطنين السعوديين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الفرنسية بشأن حظر التجول والذي سيستمر لمدة 15 يوما على الأقل ابتداء من 17 من الشهر الجاري. وأكدت السفارة أهمية حمل تصريح للحالات المستثنية في حظر التجول مشيرة إلى أنه سيترتب من عدم حمل التصريح اللازم للخروج من المنزل التعرض إلى مخالفة تقدر ب 38 يورو وقد تصل إلى 135 يورو. كما حثت المواطنين بغية الرد على استفساراتهم أو في الحالات الطارئة التواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن العديد من المسؤولين السياسيين قللوا من أهمية حجم الخطر الذي يشكله وباء كورونا المستجد. يأتي ذلك فيما تتنامى المحاولات عالميا للسيطرة على تفشي الفيروس. إثر تصاعد أعداد المصابين بكورونا عالميا تستمر الحكومات في مختلف الدول بمحاولة احتواء الفيروس. رئيسة المفوضية الأوروبية أكدت أن الإجراءات التي كانت تبدو قبل أسبوعين كانت جذرية وقاسية وكان يجب أن تتخذ في وقت أبكر لحماية أوروبا. مقر منظمة الأمم المتحدة غدا مهجورا بعد أن قررت المنظمة تعليق اجتماعاتها وتقليل مؤتمراتها الصحفية اليومية. أما البريطانيون فباتوا يطمحون إلى خفض نسبة الوفيات في البلاد وذلك في أعقاب تسجيل نحو 1950 إصابة و55 حالة وفاة. وفي كولومبيا أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا مؤكدة على ضرورة عزل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً منزلياً خلال الفترة من 20 من مارس حتى 31 من مايو. البرازيل هي الأخرى سجلت ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد. كما حثت المواطنين على الالتزام بالحجر الصحي لمواجهة كورونا مؤكدة أن هذا الإجراء سيكون كفيلاً بإزالة الرعب حول تداعيات الفيروس. ومع ازدياد نسبة الوفيات في إسبانيا قررت المستشفيات استقبال الحالات الحرجة فقط حتى يتسنى مساعدة كبار السن. وكانت إسبانيا قد سجلت في آخر إحصائية لها نحو 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و182 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وطلبت الشرطة الإسبانية من الناس التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة في محاولة للحد من انتشار الفيروس. وفي روسيا أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس في كافة أنحاء البلاد بسبب الفيروس اعتبارا من 23 من مارس الجاري وحتى 12 من أبريل القادم. بولندا أرجت جلسة مقررة للحكومة وعزلت أعضاءها ضمن حجر صحي في انتظار صدور نتائج الفحوصات وذلك بعد ثبوت إصابة أحد وزرائها بكورونا المستجد. أما عن الفلبين فقد وضعت جزيرة لوزون تحت الحجر الصحي بعد أن ألغت المهلة الزمنية التي منحتها لآلاف المسافرين الأجانب وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بالفيروس في الجزيرة. في حين سجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان. في حال ارتفاع درجات الحرارة. عربيا أعلنت الكويت عن ارتفاع عدد الإصابات بعد تسجيلها 12 إصابة جديدة بالفيروس في حين تم شفاء 15 حالة. البحرين من جانبها أعلنت عن حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دينار لمواجهة انعكاسات انتشار فيروس كورونا. أما الأردن فقد أعلنت عن تفعيل العمل بقانون الدفاع العام في جميع أنحاء المملكة وذلك لتذليل العقبات أمام مواجهة الفيروس.
باعتباره أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. كما أعلنت تونس فرض حظر التجول من الساعة 6 مساء إلى الساعة 6 صباحا ابتداء من اليوم، في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار كورونا. فيما أعلنت الجزائر حظرها التجمعات والمسيرات لمكافحة الوباء. وفي آخر إحصائية لمصر تم الإعلان عن تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة جديدتين، في حين بلغ عدد المتشافين من الفيروس 26 حالة. أخبار المساء مستمرة ولكن بعد الفاصل. السكريات عالية ما فيها أي فائدة غذائية. دموع الفرح شاهدتها عند خروج من غرفة العمليات. قلبي ابتسم. الله يسعدك. الله يعافيك. بكيتوني يا جماعة، بكيتوني. بسطوني أنا صراحة. عندي أبكي. واضح التأثر عليك يا أبو فهد. بإذن الله رعد راح يكون من ضمن طاقم برنامج من السعودية. والله هذا شرف لي. طموح أن أكون عالمة كيمياء. جميل. إحنا كل أسبوع بنسوي لكم هالمكشات الجميلة. من السعودية على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أرض للشهامة عنوان تنبض بشبابها الفرسان تبني مستقبل المملكة أساسها كفاءة الإنسان. حاجة أنا عملتها وأنا ابتكرتها البزنس بلان لتصدير بضائعنا وفكرنا. تم اختياري من قائمة طلبة المتميزين على الولايات المتحدة. لازم نعمل جمعية اسمها جمعية الشهداء الباشر. كفو برنامج يسلط الضوء على إمكانيات ونجاحات الشباب السعودي. من عاش مؤمن بالنجاح بد يصل غايته مهما يطول في الزمن. كفو على شاشة السعودية في الأوقات التالية. عندما تتقاطع الأحداث تتشابك خيوطها، تلتبس مفاهيمها، تتعدد تفاسيرها. يحتاج الحدث إلى تحليل وقراءة لفهم. مجمل القول كل الحدث.
مجمل القول على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية أن الخطط الاستباقية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد أسهمت في حماية المواطنين والمقيمين من خطر فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة الشرقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ومعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع. وأوضح سموه أن دور المواطنين والمقيمين مهم جدا في مساندة وإنجاح هذه الخطط، فالدولة كلفت لجنة تضم وزارة الصحة وعددا من القطاعات تتابع وترصد وتقيم وتقوم بجهود حثيثة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإبقاء الأمور تحت السيطرة. وأضاف الأمير سعود بن نايف أن جهود الأبطال من منسوبي وزارة الصحة وغيرها من القطاعات جهود واضحة يشكرون عليها نظير ما يقومون به من عمل عظيم وإنساني. من جهته أشار وزير الصحة إلى أن المملكة بدأت إجراءاتها الاحترازية قبل ظهور أي حالة، وهذا يذكر للمملكة عالميا كيف استطاعت بحكمة قيادتها التعامل مع الحدث بإجراءات حازمة ودقيقة. بالتأكيد احنا نمر في وقت مع وباء خطير، وباء يجب أن نتعامل معه بجدية. حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين قبل أن يكون هناك أي حالة موجودة في المملكة تعاملت مع الحدث بكل جدية وبكل التزام، وكلفت هيئة عليا بقيادة معالي وزير الصحة ورؤساء قطاعات مهمة في الدولة أن تدير هذا الأمر إدارة احترافية، إدارة تواكب ما يتطلع إليه حماية المواطن والمقيم. وبالتالي لله الحمد وجدنا أنه كل الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت من البداية كانت إجراءات أتت بأكلها، ونرى الحمد لله أن الوضع تحت السيطرة، وإن كان الأمر لا يزال يجب الأخذ بالأسباب. هناك عمل يعني متواصل ليل نهار لتطبيق هذه الاحترازات بقيادة سمو ولي العهد وبدعم من خادم الحرمين الشريفين، ونحن مستمرين في المتابعة. طبعا الفيروس في تحدي كبير عالمي، ورأينا كيف دول متقدمة فعلا لديها تحديات هائلة، ولكن بوجود قيادة فاعلة في بلدنا وبتوجيه من سمو ولي العهد واللجنة التي شكلت من قطاع حكومية والتي تجتمع بشكل يومي تتابع الحدث بشكل تفصيلي ودقيق على مدار 24 ساعة وتتخذ إجراءات اللازمة والاحترازية لضمان عدم انتشار الوباء لا قدر الله. أكد صاحب السمو الأمير الجلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران حرص ولاة الأمر على أمن وسلامة وصحة المواطن والمقيم، وهو ما تعكسه التدابير والاحترازات التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره. ونوه سموه لدى استقباله عددا من المسؤولين ومشايخ العلم بالمنطقة اليوم بما يحمله قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد من بيان لسماحة الإسلام والأخذ بما فيه صالح البلاد والعباد،
ويجلب النفع لهم ويدرأ الشر والسوء عنهم. وطلع سموه على الخطة التي جرى اتخاذها لإغلاق المساجد في المنطقة. ووجه سمو أمير منطقة نجران بتطبيق قرار إيقاف الصلاة داخل الإدارات الحكومية بالمنطقة التي تعمل خلال هذه الفترة، والمستثنى من قرار تعليق الحضور، وتضمن توجيه سموه بإغلاق المساجد والمصليات في هذه الجهات الحكومية وتأدية الصلاة بالمكاتب. رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الاجتماع الطارئ للاحتراز والوقاية من وباء كورونا لمناقشة مستجدات الإجراءات المنفذة من قبل القطاعات الحكومية بالمنطقة. واستمع سموه عن الخطوات الاحترازية القائمة والمنفذة بالمنطقة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاستباقية التي وجهت بها الدولة بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده. كما شدد سمو أمير المنطقة على إلزام الشركات والقطاع الخاص بتطبيق التحصينات الوقائية لكافة المواقع لديها، مؤكدا الدور الكبير للمواطنين والمواطنات والمقيمين في اتباع التعليمات والإرشادات الصحية، كون الوقاية هي خط الدفاع الأول لحماية الجميع. زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مركز القيادة والتحكم لصحة حائل بمقر مستشفى الملك سلمان التخصصي للاطلاع على الجهود المبذولة للكشف والتوعية عن فيروس كورونا. نتابع. إجراءات احترازية ووقائية وتوعوية تقوم بها إدارة الشؤون الصحية بمنطقة حائل عن فيروس كورونا، حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بزيارة لمركز القيادة والتحكم ومركز العمليات والطوارئ بصحة حائل للمتابعة والاطلاع على الجهود المبذولة. من هذا الموقع أتقدم باسمي واسم أبناء هذا الوطن العظيم بشكر الجزيل لما تقدمه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين، حقيقة من دق ناقوس الانتباه في اللحظة الأولى، وأعتقد أنه هذا ما جعل المملكة العربية السعودية اليوم كثير من الدول يستطلعون لمجريات الأداء التي تتم في المملكة العربية السعودية. كما تم تخصيص عيادة طبية متنقلة في مواقف مستشفى الملك سلمان التخصصي بمنطقة حائل كعيادة للفحص عن فيروس كورونا أو لمن لديه أي اشتباه ببعض الأعراض، حيث يتم الكشف عليهم في مركباتهم أمام العيادة. اليوم ما نجد في هذه الغرفة أداء مميز وحقيقة استشفاف لواقع الحال لحظي وعلى مدار الساعة، إشراف مباشر من طاقم عالي ولديه الكفاءة العالية. كل هذه الأمور أعتقد أنها الحمد لله ستدفع إن شاء الله هذا الوطن أن 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 يقف إن شاء الله بقدرته بأبنائه وقيادته إن شاء الله في مواجهة هذه الأزمة. جهود حثيثة تقوم بها حكومة المملكة من خلال وزارة الصحة والتي تمثلها صحة حائل للمواطن والمقيم في تقديم الرعاية والتوعية حول فيروس كورونا العالمي. لأخبار السعودية عبد العزيز غرير، حائل. حصلت إمارة منطقة حائل على شهادة الأيزو العالمية بعد الاطلاع على توافق إجراءات العمل مع المواصفات القياسية العالمية بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. التفاصيل في التقرير التالي. حصلت إمارة منطقة حائل على شهادة الأيزو العالمية من شركة إنترتك، وبهذه الشهادة تكون إمارة منطقة حائل أول إمارة على مستوى إمارات المناطق تحصل على شهادة الأيزو. لدينا الحمد لله قيادة ممكنة لجميع الأجهزة الحكومية أن تكون حقيقة دائما في الصدارة. اليوم من فضل الله بحرص هذه الدولة بدفع هذه القيادة، قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، مكنت كل أجهزة الدولة أن تكون حقيقة على 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 خطى ثابتة، وكذلك تستشرف للمستقبل إن شاء الله بكل قدرة وإمكانية. وقد تم الحصول على هذه الشهادة لإمارة المنطقة بعد انتهاء أعمال التدقيق لشركة إنترتك،
وكانت أعمال التدقيق على إجراءات عمل إمارة منطقة حائل بدأت قبل 7 أشهر بتوجيه من سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه. قبل حدود 7 أشهر صدر توجيه سمو أمير المنطقة وسمو النائب لتحسين جودة العمل في الأمارة، واطلعنا على الإجراءات الآيزو 9001-2015 حتى أنها تحتوي على أفضل المعايير لإداء الجودة. تم تشكيل فرق عمل ومن أهمها اللجنة الإشرافية العليا برئاسة سمو أمير المنطقة وسمو نائبها نائب الرئيس وعدة لجان شاركت في إعداد ذلك وتطبيق الإجراءات المتبعة في الدليل الإجرائي لنظام المناطق. وتمنح هذه الشهادة لإجراءات العمل التي قامت بها إمارة منطقة حائل بما يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية في إجراءات عمل المنظمة. لأخبار السعودية عبد العزيز غرير حائل. نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. كورونا الجديد هو فيروس من فصيلة فيروسات كورونا، وللوقاية من فيروس كورونا الجديد احرص على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وعند السعال والعطس استخدم منديلا لتغطية الفم. احرص على طهي اللحوم والبيض جيدا. تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية. حلل الأحداث مقابل المؤرخين والمثقفين حتى نضع لكم الصورة كاملة عن ثقافتنا. جمال والفن كل هذا وأكثر. أتاريك على شاشة السعودية في الأوقات التالية. من المجتمع وللمجتمع بحيث أن نستطيع في النهاية نشوف نتيجة ملموسة على أرض الواقع. كل فئة من الفئات سمينا لها برنامج. الأفراد والمؤسسات سبقون لعمل الخير، وهذا هو طريقنا للمجد والعلياء. سارعي على شاشة السعودية في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في نشرة أخبار المساء من قناة السعودية.
باتت أكثر من 120 ألف وحدة سكنية ضمن 70 مشروعا في جميع مناطق المملكة، تتركز معظمها في ضواح سكنية متكاملة متاحة من برنامج سكني عبر موقعه الإلكتروني وتطبيق سكني للهواتف، إذ يمكن للمستفيد الاطلاع على الوحدات المتنوعة وتفاصيلها ومواقعها ونماذجها، وكذلك الحصول على عروض أسعار الجهات التمويلية بشكل إلكتروني فوري على مدار الساعة دون الحاجة لزيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة. وتشهد الخيارات السكنية المتنوعة التي توفرها الضواحي إقبالا من المستفيدين نظرا لتكامل الخدمات في تلك المشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين المؤهلين. وفي أخبار الطقس وتوقعاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومنطقة نجران، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل وشرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة لك ومنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة. نشرتنا انتهت، وإلى العناوين. المملكة تدعو لعقد قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين حول كورونا الأسبوع المقبل. وزارة الطاقة توجه أرامكو بالاستمرار في توفير إمدادات الزيت الخام عند مستوى 12 مليون و300 ألف برميل يوميا. وزارة الصحة تؤكد أن الحالات المصابة بفيروس كورونا مطمئنة باستثناء حالة واحدة. ووزارة الموارد البشرية تعلق حضور العاملين للمكاتب الرئيسة لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يوما. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. في أمان الله. We'll be right back.